كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. التفاعل ما بين الشباب الصحفي وهذه الدورات وهذه المناسبات التي يجب أن تستغل لهذه الأغراض، لأن أفريقيا قادرة وأفريقيا تستطيع، زي ما حصل في جمهورية مصر العربية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكان الكبار في الصحافة. النهاردة الشباب في الصحافة، وكلها أحداث أفريقية رياضية كبيرة، ليس أكبر من دورات كرة القدم، وليس أكبر الآن من دورات الألعاب الأفريقية. بنهنئ المملكة المغربية قبل بداية الحدث على نجاح الحدث، وخدوها عليا. في ناس كتير هتقول ان هناك في بعض الثغرات او بعض الاخطاء، ما فيش حاجة في الدنيا ما فيهاش اخطاء، ولكن لو قورنا باي حاجة تانية فالنجاح هو حليف هذه الدورة بهذا الشكل الجديد، بهذا التعاون الكبير، بتعاون الاعلام اللي انا بنشده انه لازم يبقى موجود في كل حدث ويغطي ويحث الشعب، شعبنا الجميل شعب المملكة المغربية، أن يكون أكيد موجود في كل المدرجات. من قمة الاهتمام أن عدد من السادة الوزراء ابتدوا يحضروا اعتبارا من قبل الدورة، مش بس للافتتاح إنما هيحضروا بقية الأحداث، منهم طبعا معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، منهم معالي وزير الشباب والرياضة الجزائري السيد رؤوف برناوي، منهم عديد من معالي وزير الشباب والرياضة الإريتري، مجموعة من تقريبا كل اللجان الأولمبية، رؤساء اللجان الأولمبية 54 لجنة أولمبية أفريقية، بسكرتاريين العموم، برؤساء بعثات. ما شاء الله البعثات كتير، ما شاء الله، وعدد البعثات كبير. هناك منافسة في الأعداد ما بين المملكة المغربية ومصر ونيجيريا، وعدد أكتر من البعثات في كثير من الألعاب. بنتمنى التوفيق إن شاء الله لهذه البطولة الناجحة قبل بدايتها إن شاء الله، ومش هناشد تاني الإعلام، إنما أنا عارف وواثق إن الإعلام إن شاء الله هيكون مساند لهذه الدورة، وبشكركم جدا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.